الثمانية. دونك حكينا على أهم الأسماء الموجودة في التركيبة بالنسبة لتكوين الحكومة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، اللي أعلن البارح على تركيبة الحكومة يشكل بمقتضى التكليف الذي كلف به من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد. أعطينا بعض الأسماء. دونك حكينا على الوزارات اللي وصلنا باش نكملوا في البارتي هذيا، ونبداو بوزارة الشؤون المحلية والبيئة. أنا الناس اللي ما خلطوش علينا من الأول أسامة يلقاو الفيديو بالطبيعة اللي تكلف بنشره على إيدين العوني في الجزء الأول متاع من الوزارات. بدينا حتى من وزارة الدفاع حتى يكشي وصلنا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة اللي تكلف بها السيد مصطفى العروي. وهكيكا نكونوا حاولنا نقدموا أغلب التشكيلة الحكومية هذه الخاصة بهشام المشيشي. وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن السيدة إيمان هويمل هي من بنات المدرسة الوطنية للإدارة، وشغلت منصب المديرة العامة للمرأة والأسرة بطبيعة في نفس الوزارة. وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي نصوره من أكثر الوزراء المعروفين في التشكيلة الحكومية هذه، بما أنه كان وزير في حكومة يوسف شاهد في نفس المنصب وزير الشؤون الاجتماعية. هو يعرف الوزارة ويعرف الوزارة مليح مليح. نتصور السيد محمد طرابلسي كان يخدم خدمة مش خايبة، خلينا نقوله هو عنده معروف أنه مقرب من الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان كما قلنا سبق له تقلد المنصب هذا، ونستناه المرة هذه إصلاحات معناتها مهمة السيد محمد طرابلسي، لأنه تقريبا من أكثر الناس اللي عنده فكرة على الوزارة هذه تقريبا معناتها هذا الافونتاج بالنسبة له. صحيح عنده الأسبقية مقارنة بالأغلبية الوزراء اللي هو يعرف الوزارة، خاطر تعرف أنت باش تعرف على وزارة يزمك أقل شيء بين 3 شهور وأربع شهور أنت والوزارة. وزارة الداخلية يزمك عامين وثلاثة شهور فهمت، خاصة إذا كان عنده وزن كبير، إذا كان ماكش ولدها نقصد. محمد طرابلسي عنده الافونتاج اللي هو يعرف الوزارة مليح، يعرف الإدارات متاعه، يعرف الصناديق متاعه، يعرف الخلل وين، معناتها ديريكت نتصور ياخو الاتراء ومارش ويبدأ في الإصلاحات، لأنه تعرف أنت لك نعم وزارة الصندوق اللي يتهم المواطن مباشرة المواطن CNSS و CNRPS معناتها الصناديق هذه معناتها مسائل عاجلة وملحة الإصلاح الخاص بها. وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني السيد كمال دقيش هو 50 سنة محامي أستاذ جامعي وشغل منصب رئيس للجامعة التونسية للملاكمة. تعرف أنه الملاكمة تقريبا مع تفصار تعديد التجاوزات على مستوى الجامعة هذه، كنا نعرفوا دي ميداي 96 من فتح المساوي كما تعرف في أطلانتا، مع عنا تاريخ في الملاكمة، من بعدها تبخر تاريخ هذا بسبب التجاوزات وكل غورة اللي حابوا يعملوه. بعد جاء كمال دقيش يقولوا الحق مانيش متابع برشا للملاكمة في الوقت الأخير، انه يقولوا حاول انه خرج معناتها الجامعة التونسية من الأزمة هذيك، لانه تعاقبت منه صارت فهم تجاوزات انتخابات، خرج الجامعة هذيك من المأزق القانوني والتشريع الخاص بها، ويقول بدأ خدم خدمة على باهية للجامعة ذيك ورجعتها. في انتظار بطبيعة نزيد نتعرفوا أكثر على السيد كمال دقيش، بطبيعة هذا في صورة تم منح الثقة للحكومة هذه. وزير التجارة والتنمية الصادرات السيد محمد بوسعيد 60 سنة هو مدير عام سنيب بطبيعة الشركة للطباعة اللي تملك لابريس، مدير بوزارة السياحة، رئيس ديوان، معناتها هذه كلهم مناصب تقلدهم بطبيعة كلهم سابق رئيس ديوان بوزارة التجارة، ورئيس مدير عام المكتب الوطني للصناعات التقليدية كما يقولوا ولد الإدارة. تقريبا المناصب كل تقلدهم، تقلد عديد إداري 100% تقريبا 100% صحيح. وزير الشؤون الثقافية، ولهنا هذا التعيين اللي أثار الجدل خلينا نقوله، السيد وليد الزيدي واللي هو حاصل على الدكتوراه في الأداب العربية، هو أول مكفوف تقريبا ياخو الدكتوراه هذه. المنصب هذا مهم جدا على المستوى المعنوي خلينا نقول، لأنه ذوي الاحتياجات الخاصة هما توينسا
هما هذه البلاد عندهم حق فيها وعندهم الحق انهم يتقلدوا مناصب عليا في الدوله. لكن احنا رانا باش معناتها باش نطالبوا بالنتيجه لانه ما فماش ماهيش منا المناصب الوزاريه، يلزم اي واحد مهما كانت ظروفه انه ياخذ المنصب عن استحقاق باش يكون كفاءه ويكون يعطي نتيجه. تعرف شوف من وزارات السياده انه وزاره الثقافه ووزاره البيئه من وزارات السياده، تشوف انت تمشي في البيجي نتاع الدول المتقدمه وتشوف وزاره البيئه ووزاره الثقافه شنو تقدم. هاي ماشيش علاش ماشيين الدول المتقدمه، ها زميلتنا المغرب واحده من جيراننا، وشوف وزاره الثقافه وزاره البيئه يصرفوا على الدوله مش الدوله تصرف عليهم. لهنا يلزمنا بطبيعه عديد المراجعات، معناتها هذه خاطر وزاره الشؤون الثقافيه ماهيش متاع حتى رئيس وماهيش متاع حتى رئيس حكومه، ماهيش رزقه ولا رزق الوالد باش يبدا يفرق فيها. وزاره الشؤون الثقافيه هي وزاره التوانسه. عديد انت يمكن عندك فكره اكثر مني في المستوى الثقافي. شوف ثقافه خدمتها 2009 2010، كنت صحافي صغير نكتب شويه ونتكركب وكل شيء. الخور اللي في وزاره الثقافه عمري ما ريته، وبعد 10 سنين تبداو تحكيوا لي انتم اللي وليتوا مقربين منها تقريبا نفس الخور هذيك ولا اكثر، بخلاف الفلوس اللي مسيبه لهنا لهنا، وخاصه الحاجات اللي ما تمش اصلاح الملكيه الفكريه، تنظيم المهرجانات، هذا الفلوس وين ماشيه؟ اعطيونا اوديت خلينا نعرفوا الفلوس وين ماشيه، والاستراتيجيات اللي في كل وزاره قاعده تتعامل عليها، والاعمال اللي تم دعمها شكون يقيمها؟ فهمت؟ هذا مناش نحكي على التوسنسير ولا حد شيء، الاعمال اللي تم دعمها شكون دعمها؟ شكون بعد تعمل لي عمل تدعمه انت ما نعرفش مئات الالاف نتاع دينارات، من بعد تعمل عرض يحضروا فيه اربع من الناس منهم دوز انفيتاسيون؟ معناتها هذه مساله كبيره برشا. على ذاك اي منصب وزير كان ولا كاتب دوله مدير عام ولا كل شيء يلزمه راهو الناس الكل باش تحاسب، وحتى حد لا باش نسيسوا عليه لا باش، اللي باش يحسن نقول له احسنت، واللي باش يخطئ نقول له يا سيد راك اخطات. ولهنا بطبيعه اي تعيين نعاود نقولوا ماهوش منا، ماهوش حتى حد عنده حق باش يتمزى بوزاره، خاطر احنا ماناش في عهد نتاع نتمزاو بالوزارات. وزير السياحه السيد الحبيب عمار، هذا من التعيينات الممتازه. لانه حسب كما قال سي توفيق حبيب هو في الارتيكل نتاعه قال يعرف الوزاره كما صوابع يده. ديتاشي من وزاره الماليه، هو بطبيعه مدير عام سابق كما تعرف لو ان تي تي الديوان الوطني التونسي للسياحه، رئيس مدير عام حاليا مجموعه سوسه الشماليه وهي عباره عن شركه نتاع دراسات، هو عنده خبره في الاقتصاد وفي الجيستيون بطبيعه، وعنده شهائد عليا في المجال هذا، وتقريبا وجه معروف خلينا نقولوا على المستوى السياحي، وهو زاد من الناس اللي يعرفوا السياحه. ان شاء الله الناس تعرف السياحه المره هذه تخدم السياحه بالكدا، تعرف الوضع صعيب وديما هذه الوزاره هذه هذاك هو معناتها باش تقعد بالظرفيه، وساعات نلوم واحنا وهو فما الظرفيه هذه الدوليه تحكم وتعرف الكورونا، لكن ما فيها باس اذا كان ديما نعملوا بلون بي، خاطر اذا كان ديما كي ما نحطوش نحطوا عظمنا في نفس السله العظام الكل باش تكسر، معناتها ماذا بينا نفرقوا العظام تاعنا، معناتها نعملوا ان بلون للسياحه الخارجيه، وزاد لازمنا نعملوا ان بلون حان الوقت للسياحه الداخليه، لانهم مهم برشا. انت عندك 10 ملايين حاضرين لهنا، منهم زوز ملايين ينجموا يعملوا سيجور نتاعهم باختلاف الوتله وكل، نجم تعمل انت برنامج خاص للتاهيل معناتها العمل، ويلزم سياحه جديده، معناتها من الاخر يلزم سياحه جديده. كل شيء تطور في العالم الا السياحه التونسيه، تمشي نهار الجمعه 90% من اللي عاملين كسكسي وعاملين نفس الفولكلور ويعملوا كل المواصل ويعملوا نفس الواحد كلهم نفس بريزونتاسيون، معناتها تمشي لوتيل تعمل دوره في نفس معناتها على ثلاث اربع وتلات تلقاهم نفس البريزونتاسيون نفس تقديم الماكله نفس كل شيء، تلقى زوز بيسينات وواحد لابس عشيه وواحد تلقاك مشموم، فما تلقاش جيدورونج ما تلقاش شنو. هذيك الحاجه يمكن حتى سمعتها من عند بعض الاخيان زاد حتى اللي يجيو من برا يقول لك السياحه من عام 90 كي ترجع عام 2020 تلقاها هي بيتها ما تبدل حتى شيء للاسف، وزاد البنيه التحتيه وخاصه هذا اللي يملكوا ليزوتيل هذا لازم مراجعه كبيره في العلاقه مع الدوله، وهذه الاول انكلوزف هذه
اللي يجي يعمل كل شيء ومن بعد معناتها كله 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 يلزمه مراجعه. ونتلهوا شويه زاده حتى بالسياحه في الشتاء تو في الصيف زاد مثلا بينا في الشتاء نعم بالضبط هذيك هي خاطر وكانه تقف السياحه في الشتاء تقف العباد معناتها ما تنجمش تقدم بقطاع وهو الخدمه فيه تخدم 6 شهور ويروح معناتها هو ديجا ماشي يخدم ما هيشوف ما فماش من سلبيه تكون عند موظف داخل يعرف روحه باش يخدم 6 شهور ويخرج ما فماش ديمومه ما فماش استقراريه يبدا يحسب فيهم في النهار وقريب يشوفه بالضبط بالضبط وهذا معناتها نفسيا اقل شيء شهرين الاخرانيين اللي هو باش يكمل السيزون ما شهرين الاخرانيين باش يكمل يقول انا شتاك فيش بعد يبدا مخه يخمم كيفاش يلقى خدمه اخرى كيفاش بلاسي فلوسه كيفاش يقسم فلوسه لانه في انتظار السيزون هذيك علاش من اهم الحاجات انه تكون السياحه اقل شيء 11 شهر على 12 شهر والطقس نتاعنا يسمح ان شاء الله يلمك الجميع نتاع لي روندوني هذوكم ياخذوا منهم تصاور وفيديوهات يخدموا بعضهم علاش لا سي حبيب عمار هاو سمعت نصيحة أسامة كان خذيت الثقة إن شاء الله والله إن شاء الله برشا شباب قاعد يخدم التعيين جديد هذا السيد فتحي السلابتي اللي هو وزير للتربية من مواليد 1960 دكتوراه في الاقتصاد ورئيس جامعة المنار ويحسب إليه أنه قام بترقية جامعة المنار الكامبوس في وخليها توصل تصنيفات في ضمن 1000 افضل جامعه في العالم هذا يحسب اليه والاصلاحات اللي قام بها في جامعه المنار وتقريبا هذا انسان معناتها قام عنده نتيجه قدم نتيجه ماذا بينا الاصلاحات يعملها في 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 الكامبوس ماذا بينا يقوم فيها في وزاره التربيه اللي خذاها في وقت توا صعيب برشا وقت ما فماش شوف وزارة التربية ديما نقول لك المثل اللي قاله المزالي وزارة التربية والتلفزة التونسية وزارة الصحة من أصعب الإدارات اللي باش تم تسييرها معناتها تعرف أنت قديش عندك من تلميذ قديش عندك من في المعهد وفي المدرسة وقديش عندك من أستاذ وقديش عندك من معلم وخاصة عندك نقابة من حديد فهمت بطبيعة أما تختلف على الوزير التوا معناتها اللي باش يولي سابق اللي هو محمد الحاج معناتها خذا الوزارة وهي معناتها ما فماش قراية والله محمد الحاج أي نحكي لك على الوضع معناتها خذاها في وقت ناس نبت عليه برشا مسكين والله شوف يحسبوا لي محمد الحامدي والله يغير اللي تعديت في وقت اللي عدل فرنسا وما عندراك ما عدتش الباك فهمت بعد خليه ميساج ما قراوش تلاقي وزير الصلاعه يسميوها ما ميسالش هذا باش يخدم تخدم ديجا يحسب اليه انه انجز البكالوريا وقدم نتائج معناتها هذا يحسب اليه وان شاء الله نشوف سي محمد الحامدي في مناصب اخرى بطبيعه وزيرة وشوف جماعة ما ترحمش في الفيسبوك بصراحة قريت تعليقات جماعة ما ترحمش في الفيسبوك وزير التعليم العالي ولا وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة ألفة بن عودة هي أستاذة جامعية ورئيسة جامعة قرطاج وكيف كيف معناتها فما إنجازات كبيرة على مستوى الجامعة هذه وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب السيد علي الحفصي السيد علي الحفصي هو نائب ورئيس بلدية توزر قبل الثورة وحاليا هو في وزير معناتها في نفس المنصب كيف كيفاش نجموا نحسبوا سي علي كان أمين عام تاع نداء تونس بطبيعة تم طرده من الحزب هذا هل يتم احتسابه مستقل ولا لا تعرف أنت هشام المشيشي قال تماما ما نعرفش أنا كي تلقاك أنت بعد شهر هل ترجع لك العذرية الحزبية ولا لا ما نعرفوش هناك كيفاش تنصنيفات نتاع سي هشام المشيشي اللي نعرفوه أنه سي علي الحفصي كان عنده علاقة كبيرة في التجمع الدستوري الديمقراطي معناته كان شغل عديد المناصب على مستوى جامعة كرة القدم مناصب الرياضية بصفة عامة تعرف كانت عنده تصريحات تثير كثير من الجدل تقريبا التزم بعدم التصريح وهو تقريبا خذ هذه نجم نقولوا الوزارة المفصلية بين بين الحكومة والمجلس النواب الشعب بطبيعة في انتظار معناتها خاطر تقريبا يمكن الكلام باش يكثر عليه خاطر رئيس حكومة هشام المشيشي المكلف بالطبيعة قال تماما تماما هذه كيفاش نحسبوها لانه نعرف معناتها صفته امين عام لحزب نداء تونس صحيح تم طرده شهر التالي ما نعرفش كيفاش باش يتم تصنيفه ولا احتسابه ولا كيف سيرد رئيس الحكومه اللي البارح كما قلنا مشى وما جاوبش وزيره
لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية السيدة حسنة بن سليمان اللي هي معروفة اللي كانت عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي بطبيعة قاضية. وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني السيدة ثريا جريبي اللي تعرفوها كانت وزيرة العدل الحالية معناتها بطبيعة في حكومة الفخفاخ وهي قاضية. بالنسبة نختموا بالكتاب دولة طولنا شوية ثلاثة كتاب دولة هو كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بالمالية العمومية والاستثمار السيد خليل الشتورو هو كاتب عام للحكومة الحالي مواليد 63 المدرسة الوطنية للإدارة وتقلد عديد المناصب في بطبيعة في إدارة وزارة المالية معناتها ولد الإدارة بامتياز. كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي هو مدير عام شؤون القنصلية بالوزارة اشتغل عديد المناصب في الوزارة كما عمل في سفارات تونس سفارات تونس بكل من الرياض أثينا مدريد وبطبيعة الوظيفة كانت سكرتير أول وقائم بالأعمال وعنده الميزة أنه يتحدث أربع لغات بطبيعة العربية الفرنسية الإنجليزية والإسبانية حاجة مهمة. وأخيرا كاتبة الدولة لدى وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني الزميلة سهام العيادي كما الوجه المعروف بنت معهد الصحافة وعلوم الأخبار وعندها سنوات بطبيعة طويلة في الإعلام الرياضي على مستوى الإذاعة الوطنية والتلفزة التونسية وقدمت تقريبا لحد رياضي وعديد برنامج وهي زادت تخدم مراسلة لعديد القنوات العربية. أكيد توا أنت ما تحكيت على الأسماء حاولنا أنه نعطيه أكثر معلومات اللي موجودة معناتها واللي معناتها بالاجتهاد متاعك معاذ خلنا نعطيه توا خلنا نختموا لهنا التوجه السياسي وقتاش باش يعنوا شنو التوجه متاعها دستوريا لازم المجلس مكتب مجلس النواب يعلن على الجلسة العامة جلسة سحب منح الثقة ولا سحب الثقة بطبيعة بطبيعة يتم دعوة الرئيس الحكومة وتشكيلته المكلف وتشكيلته الحكومية ويعمل الخطاب بتاعه في محاولة للإقناع وبعد غادي كالعادة في باردو تحت قبة باردو ويبدأ الميكماك ويشوفوا هل سيتم منح الثقة للحكومة هذه ولا لا. سياسيا خلينا نقول ونكون واضحين حكومة ضعيفة هذا وهذا ما فيه حتى كلام. شوف تقولي على المستوى الإداري ويعرفوا الدوسيات نصور أن الوزارة أغلبية سياحة 80% من الوزارة حسب معرفتنا البسيطة يعرفوا الدوسيات متاعهم يعرفوا ملفات الوزارات اللي منها لكن هل يكفي هذا بطبيعة في السياسة يزمك تكون عندك أنسوتيان بوليتيك خاصة على مستوى الأحزاب هل باش ينجح المشيشي في كسب السوتيان هذا والدعم هذا أكيد هذا كله باش نعرفوا نهار الجلسة بتاع منح ثقة وهل سيتم منح ثقة إلى حكومة المشيشي وإلا لا. قدمنا حاولنا على ما نقدر نقدمه الأعضاء الحكومة إن شاء الله نكون بطبيعة وفقنا وإن شاء الله بطبيعة الأيامات القادمة باش تعطينا وين باش يمشي التوجه. شوف المهم والأهم أنه البلاد ما يزمهاش تقف مهما كانت الأسماء تعرف أسماء تمشي وأسماء جي يزم البلاد ما تقفش يزم وزارات تخدم على اللوح. الوزارة هذه قلت لك سياسيا ضعيفة فيها ناس معناتها يمكن وتنجم وقادرة أنه تملأ بلاصتها فما ناس يمكن عندها برنامج إصلاحي لكن هذا الكل ما نجمش يكون من غير دعم سياسي للمرأة الألف نقوله دعم سياسي يبدأ من البرلمان والأحزاب والمؤسسات المجتمع منظمات المجتمع ويظل هذا تحدي كبير برشا زيت بطبيعة هي وراء وشوف ويزم الناس كل تعرف اللي هي من غير معناتها نفاق سياسي ولا تغطية هي حكومة قيس سعيد 2. واضح شكرا لك بارك الله فيك معاذ.